المفدين محامي ضحية والأطراف المنتصبة الأطراف المدنية جمعية المجتمع المدني أصدرت اليوم محكمة ابتدائية حكمها أولا رفض طلبات عدم الاختصاص على النوعي على اعتبار أن القضية تتعلق بمحاولة الجناية ثم قضت بالحكم بـ3 سنوات ونصف سجن نافذ و100,000 درهم تعويض. بالنسبة لدفاع الضحية شنو هي الخطوة المقبلة للضحية؟ بطبيعة الحال أي طرف من أطراف القضية سوف يستمر الحكم نيابة عامة أو المتهم سيكون موقف الطرف المدني أن يستمر الحكم كذلك. شنو معجبك في هذا الحكم؟ واش الاختصاص يعني انعقد الاختصاص في المحكمة ولا شنو؟ بطبيعة الحال كان لدينا موقف من المحكمة الابتدائية من عدم استجابتها لطلبات الاختصاص النوعي على اعتبار أن القضية تتعلق بمحاولة الجناية، فنحن تصنيفنا للقضية هي جناية وليست سجن الحرة، وأثرنا هذا الطلب قبل أي دفع أو دفاع والاختصاص النوعي قانون المسطرة الجنائية يجب أن المحكمة أن تبت فيه قبل نطق الحكم، ومع ذلك أرجأت البت في هذا الطلب إلى الجوهر وقضت برفض هذا الطلب. من ناحية قانونية الحكم لم يكن صائبا في هذا الجانب، فنحن سوف نسلم الحكم لتصحيح كل خطأ قانوني وقع فيه هذا الحكم. شكرا لك. يلا